السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في قناة وصفات سكينة. اليوم غادي نقدم لكم واحد النوع من أنواع الصابلي اللي هو هلالات الصابلي بالتمر، اللي غادي نحتاجه في المقادير ديالها 200 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، 125 غرام سكر ثقيل، بيضة، 500 غرام ديال الدقيق مع قبيصة ديال الملحة. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو 500 غرام ديال عجينة التمر، جوج معالق كبار ديال ماء الزهر، جوج معالق كبار ديال الزيت أو الزبدة. غادي نحتاجو المنسمات، نص معلقة ديال مسكة حرة مدقوقة مع السكر، نص معلقة ديال القرفة، راس المعلقة ديال القرنفل. غادي نبداو دابا بالعجين. غادي نخدمو الزبدة مزيان مع سكر كلاصي مغربي. لازم الزبده ولا البيضه، لكن غادي نخدمو بالبيض والزبده، خاصهم يكونوا بحراره المطبخ. مزيان دابا غادي نضيفو البيضه. نخدمو مزيان حتى تزيد البيضه مع الزبده. عاد نضيفو الدقيق بشويه بشويه. دابا غادي نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. تلقى واحد العجين ديالنا بعد ما جمعنا الدقيق كيجي على هذا الشكل. هذا غادي نقسمو على جوج كرات اللي تكون متساويه، وندوزو نعمرو ندوزو الحشوه ديال التمر ونطلق السلوفان. غادي نبداو دابا في تحضير الحشوه. غادي ناخذ نص كيلو ديال التمر، ناخذ ليه بحال هكا صافي. وغادي نضيفو له مسكة حرة مطقوقة مع السنيدة. غادي نضيفو ليه نص معلقة صغيرة ديال القرفة وشوية راس المعلقة ديال القرنفل. جوج معالق كبار ديال ماء الزهر، نضيفو جوج معالق كبار ديال الزيت أو الزبدة. نخدموها بحال هكايا بشويه بشويه. غادي نبقى بحال هكايا نخلطها مزيان.
خلطنا التمر ديالنا. بعد ما خلطنا التمر ديالنا كيجي على هذا الشكل، غادي نخليوه يرتاح شويه ونطلقوه من بعد. بعد ما خدينا العجينه ديالنا غادي نسرحوها غير شويه بحال هكايا صافي، ونوضعو فوقها العجينه ديال التمر. بعد ما ارتاحت نوضعو فوقها عجينه التمر، عاد نوضعو فوقها طبقه ديال الصابلي، طبقه ديال نوضعو فوقها عجينه الصابلي الطبقه الثانيه. غادي نبسطوهم بحال هكايا تنوصلو السمك اللي بغينا، عاد نديرو واحد الرولو نسرحوهم بيه ونقطعو بالقطاع. تابعوا معايا المراحل. غادي نسرحوها بحال هكايا بالرولو حتى نوصلو للسمك اللي بغينا، واخا تخرج لينا بحال هكا تشقق لينا من الجناب نعاودو نقادوهم بحال هكايا ونسرحو بالرولو. بعد ما كنسرحو العجينة كنزولو لها الجناب و تنقطعوها بهاد القطعة هادي على شكل هلالات. غادي نحيدو هاد الطرف الاولاني بحال هكايا، عاد غادي نقطعو بحال هكايا. اللي ما عندوش هاد القطعة يدير الكاس، كتجي على هاد الشكل هذا صافي. كنبقاو غاديين بحال هكايا، نسمرو على هذا الشكل هذا حتى كنكملو. ممكن الا بغينا نقطعوها بالقطعه هكايا كامله، نزولو هذا الجناب ونقسموها على النص بالموس. غادي نقطعوها بحال هكايا بسكين، هذا شكل اخر كنديرو لها بحال هكايا، كنطراسيوها بالموس حتى هاد الشكل هذا كتجي زوينه بحال هكايا. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. انا غادي نكمل في التقطاع ديال الهلالات ديالي حتى نساليو ونطلقوا من بعد. بعد ما كملنا الشكل ديال الهلالات ديالنا غادي ندخلوهم دابا الفران من 10 حتى 15 دقيقه. بعد ما كنخرجوا الحلوه ديالتنا من الفرن كندردروا عليها سكر كلاصي وهي باقا سخونه صافي، ونخليوها حتى تبرد ونتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالتنا. كيف ما شفتوا درناها على زوج ديال الشكل، الشكل الاول جا على شكل هلالات وشكل ثاني على شكل مروحة. نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، تبارطاجيو مع صحاباتكم، تشتركوا معنا في القناة باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. في امان الله.